أقامت وزارة الثقافة في المركز الثقافي الملكي احتفالية مجلة أفكار 50 عاماً على العطاء بتكريم عدد من رؤساء ومديري تحرير المجلة السابقين بمناسبة مرور 50 عاماً على صدور العدد الأول منها في حزيران 1966. لم تكن مجلة أفكار وليدة الصدفة أو مجرد مجلة ثقافية عابرة، بل جاءت لتعبر عن نهج ثقافي عميق انطلقت بذوره منذ فجر تأسيس إمارة شرق الأردن، إذ كان الديوان الأميري أول صالون ثقافي التقى فيه الشعراء والكتاب وأهل الفكر على رأسهم الملك المؤسس المغفور له عبد الله الأول. وهكذا أتت هذه المجلة تتويجاً وترجمةً لهذا الحراك الثقافي العروبي. مجلة أفكار التي تصدرها وزارة الثقافة تسلط الضوء على الفن والثقافة من صناع المجد الثقافي لإحداث نهضة فكرية وطنية وبوابة عريضة للثقافة العربية الأردنية. ففي أفكار التقت أقلام كل المبدعين من الأردن وخارجه، فتفجرت قرائح الشعراء والكتاب، وتناغمت أشجان المفكرين والدارسين لتشكل هماً وطنياً صادقاً وقومياً مشتركاً. واشتملت الاحتفالية على فيلم وثائقي قصير عن مسيرة المجلة، إضافة إلى فقرة موسيقية بإشراف الدكتور صبح الشرقاوي. مجلة لعبت دوراً بارزاً في الحياة الأدبية من خلال نشر الكتابات الإبداعية والفكرية للكتاب الأردنيين والعرب وما ترجم من لغات عالمية، مما ساعد على النشر والانتشار وفتحت أمام الكتاب آفاقاً عدة.